البيت؟ الحمد لله على السلامة يا سالي. تاتي البت المهزة دي قاعدة سرحانة فيا. ولا حاجة يا حبيبي. الفيلم ده حلو قوي. قوي. البيت بقاله اعلى نانوجة، نفسي اشوف لك كده عيلين تلاتة، حد قاعد فوق البلازما والتاني بيمشي على الحيط، حد بياكل في الكنب، لقيت متوحشة دي. جالك عريس النهاردة. مين؟ الواد خيري. الواد انا مربيه على ايدي ومنكسر وطيب وابن ناس ومالوش في الشمال. ها؟ سيبني افكر بس يعني يومين ثلاثة كده. يومين ثلاثة؟ طب لو عملت كده ترد عليا بسرعة؟ بس بقى يا سالم بطل بواخة. وبعدين يعني هو جواز بيجي خبط لزق كده، هو مش لازم ان الواحد يعني يقلبها كده في دماغه ويشوفها كده تيجي كده، يجيبها يمين تجيبها شمال، يدورها في دماغه يعني الحاجات دي، ولا ايه؟ يعرف هو داخل على ايه ودنيته ايه. والله عموما انت عندك حق يا نوبة. الوقت انا معرفوش اصلا، انا كذاب، ده عيل وسخ مش متربي وما عندوش اهل وسكته كلها شمال. اللي تشوفه يا سن يعني اللي تشوفه. قلقت على لبك. ها من شافها ما دامش وعليها حركة وعنينا القادرة بتتكلم يك ست لبان وتتاكل أكلي وعنيجا يا أخواتي حركة وعنيجا القادرة بتتكلم يك ست لبان أيوه على رسم الشفايفها مليون أيوه وعنيا ورموشا اللي خلوا متعقلي دول أيوه على رسم الشفايفها مليون أيوه وعنيا ورموشا Oh!
بس عشان تبقى النظره الاخير. لا وانا ماسك السلاح وانت كلب مربوط. تصدق ان انت الاقوى؟ عارف اقوى ليه؟ لانك قدرت تحرق قلبي. انت شايف نفسك يالا؟ اللي زيك روح امك بيعيشوا طول عمرهم مكتومين لحد يسمع عنهم ولا يعرفهم. ملعون ابو عينه امك. ليه؟ لأنك مش مصدق، مش مصدق، مش مصدق أن أنت هتموت زي كل الناس. تبقى شوية تراب ممكن يضايقك حد على جزمته. عارف أنت لو مصدق كنت اتقيت الله فيه ورحمتني وسبت أختي في حالها. أنا هخليك تصدق. ماهر توفيق عبد المجيد المحامي حاضر عن المتهم. انا عايز اتكلم جنابك لان اللي جوايا مش في كل الكتب اللي درستوها. قرب قرب قرب. كله بخمسة ونص. ما بنشتغلش غير بالحب، بالحب وبس. مش عايشين غير بيه يا باشا. انا كان كل حلمي عايش مستور وانا مش خايف. ظابط حطني في دماغه، كتبني في بطاقته شغلانته، وفضل ورايا لغايه ما جابني هنا. بس انا وديته هناك لانه ما كانش مصدق. مش عارف ان كلها رايحه، كله هيبقى تراب رماد. انا زي كتير قوي يا باشا بيضحكوا عينيهم مدمعه، بيموتوا في اليوم ألف مرة وبيتداس عليهم بعدد أيام عمرهم. يا باشا أنا طول عمري عايش في السوق، اتعلمت هناك إن حكم التراضي أرحم من حكم القاضي، أرحم بكتير. أنا طمعان في رحمتك، في رحمة اللي خلقك. تحكم عليا بالإعدام دلوقتي بدل ما موت نفسي وموت كافر. على الأقل اللي مخدتوش هنا أخده هناك. يا باشا اللي زينا مش بيعيشوا عشان يحققوا اللي هم عايزينه، اللي زينا بيموتوا عشان يحققوا اللي هم عايزينه. واللي أنا عايزه المرة دي مش بيضحك، أنا عايز أختي نور. عايز أختي نور.